ده انت بتعاكس بنات حتتنا، ده بنت فلان ودي بنت علان، وما ينفعش الكلام ده. اهلا بيكم. اللي حصل في امبابه مش عارف، يعني انا بفكر هل لو انا من الشاب اللي اسمه عثمان اسماعيل ده لسه مخلص جيش مفيش اسبوعين، كل يوم بحلم ان انا اخلص الجيش، خلصت الجيش وبفكر في مستقبلي، انزل ادور على وظيفه، اكون نفسي، بحب بنت جيران اروح اخطبها واتجوز وابدا حياتي. اي واحد بيخلص الخدمه الوطنيه اللي عليه تجاه البلد بيفكر في مستقبله. يعني خلصت البلد علمتني، البلد طلبت مني ان انا اقضي فتره الخدمه العسكريه، رحت قضيتها خلصتها، ابتدي ادور بقى في مستقبلي. اول ما اصحى من النوم افطر، اشرب كوبايه الشاي في البلكونه، افكر ان انا اعمل ايه، انزل ادور على فرصه عمل، اكون نفسي، اجيب شقه، اشبك، اتجوز. اي شاب كده. عثمان اسماعيل مخلص الجيش لسه طالع من الخدمه الوطنيه مليان بالعزه والكرامه، واقف في البلكونه بيشوف واحد اسمه احمد صلاح، شاب برضو عامل باترينا بيصلح التليفونات المحموله تحت البيت عنده، كل يوم يقوم على خناقه بسبب المعاكسات اللي بيعملها احمد صلاح مع كل بنت ماشيه رايحه وجايه، يبتدي يرمي كلمتين، يا حلو صبح، يا حلو طل، يا باشا ايه الجمال ده، ايه يا وز، يا هز، يا وز. في ستات ما بتقدرش تعبر، وفي ستات تقعد تشتمه. كل يوم عثمان بيصحى على الكلام والمشاكل اللي بيعملها احمد صلاح اللي عامل باترينا او باترينا لتصليح البوالات تحت البيت. نزل له عثمان، يا احمد ما ينفعش الكلام ده، ده انت بتعاكس بنات حتتنا، ده بنت فلان ودي بنت علان، وما ينفعش الكلام ده، واحنا ولاد منطقه واحده، ما ينفعش تعاكس البنات على الصبح كده واحنا ساعه الصبحيه. قال له انت مال، هم دي كانت تقرب لك، هي كانت امك، هي كانت اختك. قال لك كل يوم في المولده. لغايه ما صحي الصبح واقف في البلكونه، لا ان احمد صلاح ده ما بقاش يكتفي باللفظ، ما بقاش يكتفي بالمعاكسه، ابتدى كمان باليد، خلي بنتي ماشي يخبطها بكتف، صباح الفل يا اسطى. الله، يعني انت ابتديت تعاكس في الاول بالسفر، وبعد كده لقيت بالكلام، وبعد كده ابتديت بتمد بقى كتفك وابتديت تمد ايدك. الكلام ده ما عجبش عثمان اسماعيل، الشاب اللي لسه مخلص خدمه وطنيه كل يوم يصحى على نفس المشاكل، فراح نزله بقى. قال له اللي بتعمله ده غلط، سكتنا لك كتير، ده بنت حارتنا وبنت حتتنا، ما ينفعش المعاكسات. قال له انت مالك؟ لسه بيتكلم، لا احمد صلاح راح ناطحه كده بوشه، براسه في وشه، لا عثمان، لا وشه كله دم. الامور زاطت، الناس ابتدت تتلم، الولد راح احمد صلاح جري جاب من الباترينا سكينه وهيتهجم على عثمان اسماعيل. عثمان اسماعيل ابن امبابه لسه طبعا، انت عارف احنا حتى واحنا بعد ما قضينا الجيش وطلعنا من الجيش، يعني فاكر انا دخلت الجيش كنت تخين جدا، يعني دخلت الجيش يمكن كنت اكتر من 120 كيلو، طلعت من الجيش يمكن كنت حوالي 65 كيلو، يعني النص بالظبط. بس بعد ما طلعت من الجيش كان صحتي يعني ادخل في 3 4 شباب من اللي هم اتخن واعرض مني. الجيش بيعلمك، بينشفك، يعني احنا كتير جدا بيزعل يقول لك يا ريتني كنت خدت عفة، يا ريتني مش عارف ايه، انا حظي وحش، هقضي سنه جيش ولا سنتين ولا 3 سنين. لا، الجيش على قد ما الواحد يبقى داخله هو خايب، داخل على مجهول وداخل على حاجه عسكريه ناشفه، لكن بتطلع منه انت شاب، اولا بتبقى صحتك كويسه قوي، واخد جرعه كويسه قوي، فعلا بتبقى طالع صحتك حلو بامانه. يعني انا دخلت الجيش والله كنت اكتر من 120 130 كيلو، طلعت منه 65 كيلو، بس كنت 65 كيلو ادخل اضرب 3 4 في شباب يعني. فطلع من الجيش صحته مساعداه. فاحمد صلاح لما خبطه في دماغه وراح يجيب سكينه، كل اللي عمله عثمان ان هو راح ماسك السكينه من ايده وراح لافف في ايده، صحته مساعداه وراح خبطه، للاسف الخبط بدل ما كانت متهوشه جت في صدره، وقع على الارض على طول. الشهامه عثمان برضه ما سابوش وجري، لا جري، حتى امه نزلت من البيت راح حاطين الولد احمد صلاح في توك توك ويجروا بقى على المستشفى في امبابه، لكن عقبال ما دخلوا المستشفى يعملوا الاسعافات كان مات احمد صلاح. احمد صلاح في داهيه، ده كان واحد بلطجي وبيعاكس البنات. انا بس اللي حزين عليه ان عثمان اللي لسه مخلص جيشه مفيش ايام وبيحلم بمستقبله، وكل يوم يقف في البلكونه الصبح عشان انزل ادور على فرصه عمل، انا راجل معايا لسانس، هنزل ادور على شغلانه، يمكن ربنا يكرمني، يمكن الاقي عروسه، يمكن الاقي شقه، يمكن واكون حياتي.
للأسف هو دلوقتي بين أربع جدران في السجن. أمه بتحكي للناس كده، اتصلت بيها بتحكي لي، تتواصل معي من خلال شبكات التواصل وعلى الصفحة الخاصة بالبرنامج، بتقول لي أنا أعمل إيه دلوقتي؟ ابن عثمان ما كانش بيقتله، ابن عثمان كان بيدافع على بنت بلده، بنت حتته، وفي نفس الوقت كان بيدافع عن نفسه من واحد بلطجي عليه سوابق وماسك سكينة. صحيح ابني غلط، بس ما كانش ناوي يقتله، ده كان بيخوفه، خد منه السكينة وبيهوشه. الولد دخل فيه السكينة، دخل في صدره مات. أنا يعني مش عارف يعني هل لو كل يعني هل الشهام نعاقب شاب على شهامته؟ يعني عثمان ده عاقبه عشان نشاه بيدافع عن بنات حتته؟ عاقبه عشان شاف وضع غلط حب يصلحه؟ مش في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره؟ أقوى شيء أغيره بإيده وأضعف شيء بقلبي. طب أنا نزلت أغيره بإيدي صحيح، بس محدش قال لك تغير بيتي، ما كنتش أقصد صحيح، بس مين اللي يقول لك كنت تقصد أو ما تقصدش؟ اللي يقول تقصد أو ما تقصدش القضاء والتحريات. طب أنا كده مستقبلي ضاع صحيح، وأنا متعاطف معاك يا عثمان، بس الفكرة كلها اللي مات ده برضو مليء أهل. وبعدين في الإسلام القصاص صحيح، هو بلطجي، لكن ما هو احنا ديننا وفي يعني ولي الامر وفي محكمه هي اللي تبراك. حال الدفاع شرعي عن النفس هتطلع براك، او حكم عقاب التنفيذ، او حكم مخفف، دي كلها اعذار صحيح. لكن في انا يعني في كتير هيشوفوني يقول لي طب هو يعني هو اللي هيصلح الكون؟ واحد مغلوب، ما في كل حته فيها تحرش، هات لي حته في مصر بنت بتمشي ومش خايف على نفسها. ايوه صحيح صحيح، فعلا بقى التحرش كتير والمعاكسات كتير وأصبح الكلام ده متعرف عليه، بس مش معنى كده أن أنا أشوف الغلط واسكت. يعني فيك تقول يا عم دع الملك للمالك، ما تسيبها يا عم، والله العظيم البنات بتبقى نازلة عشان تتعاكس، والله العظيم البنات هم اللي بيلبسوا. يا سيدي مش عذار، مش عذار أن أشوف واحد بيعاكس بنته واسكت وأقول أحسن يتخانق معايا يضربني أو أضربه وأروح في داهية. بس هو الذكاء في التعامل، أنت هتحاول توقفه غلط ده، هتلاقيه بيقل ادبه عليك او ان هو يتهجم عليك، يا اخي سيبه، قول له يا عم انا اسف جدا انا غلطان، اعمل اللي عايز تعمله. لكن ما ينفعش ان انا امسك واتشاجر وامسك بايدينا ويحصل فيها سكاكين واخد السكينه منه وانغزه واموته. ما اقدرش الوم على عثمان، ولكن الوم على المجني عليه احمد صلاح انه فعلا بلطجي، والتحريات تثبت انه هو بيتعاطى وان هو ليه سوابق كتير. بس جريمه حصلت في امبابه وتم القبض على عثمان. انا والله ما حزين على عثمان قد ما حزين على والدته، والدته هي اللي ميته دلوقتي. تقول ابني لسه مخلص جيش وبيحلم بمستقبله، دلوقتي مستقبله في السجن، مش قادر اساعدها. يعني انا مش قادر اساعد ام عثمان، هي بتستنجد بيا، طب انا اقدر اساعدها ازاي؟ ما هو المشكله في مواضيع احنا كاعلاميين او احنا كناس لينا في السوشيال ميديا ما نقدر اساعد. هي ام، وانا اتذكر قضيه زمان كانت شهيرة جدا، طلعت أم وتستعطف رئيس الجمهورية، الرئيس السابق أو الأسبق، إنه يفرج عن ابنها وإن ابنها مصدوم ودي غول غلطة. ما ينفعش قلب الأم ده، الأم لو شافت ابنها بيقتل هتقعد في حضنها. يعني عاطفة الأمومة دي عاطفة جميلة جدا، بس العملية مش بالعواطف يا حاجة يا أم عثمان، العملية مش بالعاطفة أبدا. قلب الأم صحيح بتغفر لابنها، بس المجتمع ما يغفرش. ابنك صحيح مخلص الخدمة الوطنية وخدم بلده ووقف يفكر في مستقبله وشاف وضع غلط، بس طريقة معالجته للغلط هي اللي كانت غلط. صحيح الشاب تهجم عليه وهو اللي بدأ نروح نطحه في وشه وخلاه نزف دم وراح يجري يجيب سكينة، وابنك في وضع دفاع شرعي عن نفسه. لكن المشكلة ان القانون مش كده، القانون لازم يعاقبه، بس يعني ندعو الله ان هو ما ياخدش حكم يكون قاسي، ياخد حكم مخفف، لانه ده وضع اولا دفاع عن النفس ودفاع عن بنت المنطقة ودفاع عن موضوع شاب بلطجي معروف ان هو سيء الخلق وعنده سوابق، وفي نفس الوقت ده وضع المفترض ان اي شاب يشوف وضع غلط يصلحه، بس مش بالتهور، كل حاجة بالعقل. اشكركم.